عملوا بيتزا ترونش، عرفتوا هذيك اللي تبدا مشخشخه ويبدا بلاتو هكا كبير فيها هكايا رشه معدنوس فخوماج صوص طن زيتون، هذا المطلوب. شقولكم اليوم في بيتزا بنينه مشخشخه، بيتزا ترونش بالطن والفخوماج والمعدنوس وفلفل بر العبيد وبرشه شيخات. دونك اليوم قلت باش نمدكم بالروسيت هذيا خاطر نعرف برشه يحبوا عليها اما ما يعرفوش الروسيت الاصليه كيفاش. دونك اليوم حبيت نعملها اما فاسون بيتزا ترونش في الدار. يلا نبداو. بيه اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا الصافيه نتاعنا باللار. باش تقولوا لي علاش نستعملت صافيه باللار؟ كما قلت لكم قاعده نسنس في روحي باش نولي اكثر ايكو فريندلي، ما عادش نستعمل بلاستيك والكفازات هذوك الكل. دونك هون باش ناخذ ونسخن شويه ماء صافيه. ونجي هوني نحط الماء دافي، ما لازموش يكون ماء سخونه، لازم يكون ماء دافي. هوني باش نحطو مغرفه صغيره خميره نتاع خبز، وهنايا مغرفه صغيره سكر. هذو مزوز باش نخلطوهم مع بعضهم نخليهم على جنب. نتعديو توا للبات نتاعنا. هوني عندي مقدار 400 غرام فرينه، نحطو معاهم مغرفه صغيره ملح. فوالا هوني البات نتاعنا نجم نحطو فيها زعتر، نجم نحطو فيها كليل، نجم نحطو فيها بيستو، نجم نحطو فيها حتى نسوتيو شويه زيت وزيتون يا ربي وبصل، نسوتيوهم شويه ونعملو بهم البات نتاعنا تجي ياسر فاوحه. دونك هوني نخلي لكم لا كرياتيفيتي هكا تهزكم البعيد. باهي وهوني زيد باش نحطو مقدار 4 مغارف كبار زيت زيتون باش البات نتاعنا تجي مبسه وبنينه على الاخر. هذه الروسيت نتاع البيتزا ناجحه 100%، امبوسيبل تجيكم غطي. باهي شنو باش نزيدها هوني؟ هوني عندي مقدار مغرفه كبيره كريم فريش، والا تاخذوا 3 مغارف كبار كريم ليكي. دونك نزيدها هوني البريباراسيون وكيف كيف خلط خلط خلط. نعملو لها توا ضربه في الروبو ومن بعد باش نزيدوها بريباراسيون تاع الماء والخميره هذيك اللي خليناها والكل. باش نزيد توا الخميره، ما نعرفش كان تشوفوا فيها ولا لا، شفتوها كيفاش بديت هكا تنفش وكل، هذا هو اللي حاشنا بيه. كان الخميره نتاعك ما بديتش تنفش في وسط الماء هذا والكل، معناتها راهو الماء نتاعك ياسر سخون. دونك نعاودوها بيان سور. سيبون البات نتاعنا باش نخليوها ترتاح شويه 30 دقيقه ومن بعد نرجعوا لها باش نطيبوها ونحطوها في البلاتو. والعجينه جات. دونك توا باش نحلوها حضرتك البلاتو نتاعي والدنيا الكل، باش نحطوها تويكه فوق الفارينه نحلوها شويه ومن بعد باش نفرشوها في بلاتو كما تعملها ماما كما تعملها مميتي. هذه نصور نسيت تونس الكل تعملها قبل على خاطر سختو نهار السبت العشيه. دونك المنيو لازم فيه بيتزا ترونش، يعملوا فيها كالزيتون، يعملوا فيها العظم، يحطوا فيها المعدنوس، ما كانش هذا قبل في الحبق والدنيا هذيك الكل. دونك يحطوا معدنوس، عظم مسموطه، تن، زيتون، يشخشخوها بالكدا بالكدا. دونك تعجبني الميثود نتاعهم على الاخر، وليت حتى انا نهار السبت نعملها لاولادي وتجي بنينه على الاخر، وساعات نشتيها زادة في رمضان. دونك حتى من بعد خاطر جينيرالمون فما شكون يتعشى في الليل ما يحبش ياكل برشا معناتها في شقان الفطر والكل، دونك ديما نحبوا الحاجات الشيحه اكثر في رمضان. على هذيك قلت اسمع بيتزا ترونش تنجح على الاخر في رمضان. خلنا نحكي لكم عاد على السر نتاع البات نتاعي. هذه وليت نعمل بها بات عجيبة، وليت نعمل بها البيتزا، نعمل بها المقلوب، نعمل بها الباجيت فارسي، زيدة تجي فيوحة وبنينة على الاخر. بات ماجيك، العجينة السحرية متاع تنويشة، تنجموا تعملوا بها الدنيا الكل. حتى كان تحبوا هكا مثلا تناوش صغار تنجموا تعملوا بها البطبوط، تنجموا تعملوا بها زيدة البريك الدنوني. دونك تنجح على الاخر. بيه مش ناخذو توا قلقال، والقلقال ما فماش كوم شي يجيب لي القلقال لطفي ميرسي. باش نحلوها شويه، ما يلزمنيش نعملوها خشينه برشا وما يلزمنيش زاده نعملوها جويده برشا، المهم تتحل فوق البلاتو. ديما نحطو شويه فرينه باش ما تتحلش البات.
اسمع هي راهو شفت صحيح ما كلت الشارع ابن مثلا كي تقول بيتزا ساعات وحدي فد من الطاطيب ديما يقول لك خليني ناخوها حاضر خير والكل اما زيد متاع الدار بنتها وحدها عرش ما نحس تويكا ولينا ياسر نشتهيو هكا ونتذكروا حاجات متاع قبل وياسر نتوحشوهم ماذا بينا هكا شكون يذكرنا فيهم ولا يحكي لنا عليهم شويه هذا ذيك انا جيتون توا عندي بلاتو حطيت فيه بابي كويسون كما قلت لكم كي تجيو تحلوها ما تحلوهاش ياسر وزيد ما تخليوهاش ياسر خشينه مش من بعد ما تجيش ياسر خشينه بيان سور وكيف العاده حتى كان ما يعملوش معناتها بالدوزاج وكل شيء يجيبوها صحيحه وامورها مريقله دونك مش باش ندخلوها هكا ديريكتومون لازم نحطوا لها الصوص بيتزا وانا عندي هوني توا الصوص بيتزا متاع صبره حاضره باش لازم هكا نعمل لها ضربيه هكايا بالفرشات باش ما تبوطش و تدخل بعضها وتويكا باش ناخو الصوص بيتزا متاع صبره ديما البات متاع البيتزا كي ندخلوها للفور الطيب نحطو فوقها الصوص وبلوس هذه متاع صبره الصوص فيها بازيليك فيها ثوم دونك فيها حاضره باش وتويكا ديريكسيون فور هيا خرجت من الفور ريحتها فيوحه بنينه تعمل الكيف دونك توا واش باش نعملو تويكا باش نعملو اللمسه السحريه كي نقولو لمسه سحريه نقولو فرماج دونك باش نشخشخوها بالفرماج فوندون نتاع بريزيدون والفرماج الفرماج الفرماج ونزيدو الفرماج 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 وشنو باش نعملو باش نعاودو ندخلوها للفور حتى كشي ذوبك الفرماج هكا وكل ومن بعد هيك باش نزيدو التوبينغ دخلت شكل بيتزا للفور تويكا باش ناخذ البريزيدون هذايا لا كريم ايمونتال باش نعملو بيها فازه هكا من فوق تشوفوها طايره على الاخر اون بلوس تجيد هكا تشخشخ وتبنن وتعملهم الكل حسيت باش ناخذ بوش وباش نحط فيه اكل الكريم نتاعي ديجا ريحتها بنينه لازم بعد شقان الفطر نعملوا عليها وجوم ولا هذه الكلمه اللي زودت عليها باش نجيب هنايا وباش نفرخها في البوش بعد باش نعمل بيها باش نزين بيها البيتزا بتاعي باش نعملها كيما زيكزاك هكا تجي طايره على الاخر هيا جيت ريحتها فيوحة وبنينة بنينة 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 شو نقصها توا رشة التن نرخفو جينا على التن ونزيدوها رشة معدنوس انا تظهر لي في البيتزا ترونش لازم رشة المعدنوس سينو ما توليش بيتزا ترونش شنو اخر عنا الزيتون هوني زيدة اللك حلو الاخضر الزوز ومعها العظام مصموطة زدناها رشة هكية متاع فلفل بر العبيد يعطيها كتوزويزة تويكا اكل فرماج اللي صبيته في البوش باش نقص شوية هكا وتابعوني تويكا كيفاش باش نعمل التوش البنينة مليتوها كيفاش هذه تو النجمو نحطوها في شقان الفطر وإلا للأولاد اللي يحبوا هكاي ياخذوا تحريشة في الليل والكل فما خط نعرف برشا عبيد ما يكلوش بالكدي في شقان الفطر أما في السهرة يحبوا هكا شوية تناوش مالحين والكل دونك ننصحكم تعملوها على خاطرها ياسر فيوحة وياسر بنينة ملا بيتزا وملا تنويشة شقولكم بربي تنجح ولا ما تنجحش وشنو اللي باش يزيد يبننها البوغاليم اليوم اخترت باش ناخو كويس بوغاليم بعد شقان الفطر بنين يشره بارد كي يفرشك مع الترونش بتاع بيتزا هذايا والسلام.